السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده يا رب. يوم جديد وصفه جديده. اليوم البنات غنشارك معكم هاد لي شنيك او بريوش اللي كيجيو زوينين وخفافين مثل القطن، شي حاجه زوينه البنات واقتصاديه وفي المتناول، وكنتمنى يعجبوكم كفكره الفطور او الكوتي او الوليدات المدرسه. المهم كنتمنى يعجبكم الفيديو، تابعوا حتى الاخير، ما تنسوش اللايك اللي عجبكم واشتراك في القناة لأول مرة كيشوف قناة. ويلا ندوزو المقادير وطريقة التحضير. هنا البنات عندي كاس لاروب ديال السكر، كاس ديال الحليب دافي، نص كاس ديال الماء، معلقة كبيرة ديال الزبدة، معلقة كبيرة ديال خميرة الحلوى. هنايا عندي خنيشة ديال الزهر، إلا ما عندكمش ديرو ديال الفاني، خنيشة ديال خميرة الحلويات، وشوية ديال الملحة. هنا في واحد البوله البنات غندير الخميره مع السكر، وغنزيد عليهم هذاك الحليب. الحليب البنات ضروري يكون دافي، مع نص كاس ديال الماء، نزيد شويه ديال الملحه، غنخلط شويه وغنخليهم واحد شويه حتى يطلقوا. من بعد البنات غنزيد هاد الخنيشه، من الاحسن ديروها من الاول، هنايا نسيتها. هادي ديال الزهر البنات، الا ما كانش عندكم تقدروا ديروا حتى ديال الفاني، راه كتجي زوينه. صافي هنايا غادي من بعد ما ذابت لي الخميره غادي نخلط الدقيق. الدقيق البنات على حسب الخليط، ما غاديش نقول لكم بالضبط القياس، المهم على حسب كل خليط. بالنسبه للمقادير البنات دائما غنخليهم لكم في صندوق الوصف. هنايا كنخلط، المهم غادي من بعد غادي تشوفوا القوام ديال العجين كي غيكون. صافي هنايا نحيد الخلاط اليدوي وغادي نستعمل يدي باش نعرف العجينه كيفاش غتكون. هنايا ملي خلطتها البنات غادي نزيد ديك المعلقه ديال الزبده. الزبده البنات من الاحسن تكون زبده حيوانيه من الاحسن، او ديال سنترال، كتكون هي احسن من الاخرى. صافي هنايا غادي نخلط مزيان، وغادي ندير واحد الدلكه خفيفه ماشي بزاف. هنايا البنات نسيت الخميره، غنديرها دابا مع الدلك. صافي وغندير واحد الدلكه خفيفه ماشي بزاف، حيت العجينه شويه كتلصق ومرخوفه. المهم غير واحد الدلكه خفيفه، وبما تدخل هذيك الخميره في العجينه صافي، وغادي نردها للبول وغادي ندهنها ونخليها تخمر. هنايا من بعد ما خمر العجين راه دغيا تيخمر البنات، دغيا تيطلع. غادي نخرج منه داك الهواء كامل وغادي نشكلو كويرات. المهم خليكم مع الفيديو. من بعد البنات هنايا غادي نستعمل شويه ديال الدقيق باش يعاوني، حيت العجين تيكون شويه كيتلصق. المهم كنعاون شويه بالدقيق باش نجمعها. صافي هنايا غادي نجمعها وغادي نكون كويرات. المهم الكويرات المهم صغيورين، المهم نوريكم القياس في يدي باش تعرفوا. هذا هو القياس البنات، المهم تقريبا بين وبين حجم متوسط. صافي هنايا غادي نكمل، غادي نشكل الكويرات كاملين وغادي نطلقهم. صافي هنا من بعد ما درت كويرات صغار كاع العجين، هنايا غادي نستعمل بشويه ديال الكونفيتور ديال المشماش وواحد شويه ديال الزبيب. هنايا الزبيب البنات اختياري، تقدروا ديروا حبيبات الشوكولات حتى هما راه مزيانين، الا ما عندكمش ديروا الزبيب. صافي هنايا غادي نبدا العمليه، غادي تشوفوا الطريقه كيفاش. المهم غنخدم وحده بوحده، المهم خليكم مع الفيديو. هنايا من بعد ما دلكت العجين غادي ندير شويه ديال الكونفيتور، وغادي نشد القطاعه ديال البيتزا او اي حاجه او موس او اللي كان،
غادي نقطع أشرطة بحال هذا الشكل هذا. المهم ما تقطعوهاش كاملة حتى الحد، غير في الوسط صافي. وغادي نزيد شوية ديال الزبيب في الوسط، وغادي نبقى ندور العجينة نجمعها. المهم خليكم مع الفيديو باش تعرفوا الطريقة. هذه هي الطريقة البنات، كان نديروها على شكل اوفال. مهم خاص تكون على هذا الشكل هذا باش تجيكم طويلة. هذا هو الشكل البنات، وفي الاخير غادي نجمع هذوك الجناب وغادي نزديهم ونلصقهم مزيان. هذا هو الشكل ديالها البنات، كتجي بحال شي وردة. هنا من بعد ما كملت البنات درت الطاوة كاملة، غادي نزيد نعاون معكم واحدة اخرى. هنا البنات غادي في الاخير بقاو لي هاد الجوجات، درت فيهم حبيبات الشوكولات. كما قلت لكم تقدروا ديروا الشوكولات الزبيب اللي كان، مهم بحال بحال. هذا هو الشكل النهائي ديالهم البنات، من بعد ما خمروا شويه غادي ندهنهم بشويه ديال الصفار البيض واحد شويه ديال الحليب صافي، وغادي ندخلهم الفران. الفران البنات 180 الفوق والتحت، مده تقريبا 25 دقيقه حتى 30 دقيقه على حسب، هذا هو الوقت ديالهم فاش يطيبوا. المهم هكا فاش كيطيبوا كيجيوا على هذا الشكل هذا البنات، كيجيوا خفافين وزوينين، غادي يعجبوكم البنات الا جربتوهم. مهم دغيا كيوجدو ما كيتعطلوش، وفي نفس الوقت اقتصاديين. المهم البنات كان هذا هو طبق التقديم ديالي اليوم، كنتمنى يعجبوكم وتجربوهم، اكيد غادي يعجبوكم البنات، راه كيجيو خفافين وزوينين كفكره الفطور او الكوتي او كما قلت لكم هكا الوليدات المدرسه. مهم ما تنساوش اللايك البنات الا عجبكم الفيديو، كنتمنى يعجبكم الفيديو، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. بسلامة.